المواقف الإيجابية تجاه الحياة بشكل عام. حتى لو لم تكن السعادة بين أيدينا تماماً، وأن بعض الأحداث التي تحدث في حياتنا قد تكون أحياناً غير متوقعة، فقد تم تحديد بعض مفاتيح السعادة من قبل العديد من علماء النفس. مثلاً بناء العلاقات. الاتصالات الاجتماعية مهمة، وبالتالي يجب علينا أن نتيح الوقت لأولئك الأقرب إلينا، وخاصة الناس الذين يمكننا أن نثق بهم والذين سوف يدعموننا عندما نكون في محنة. تقديم الشكر. عد النعم التي لدينا بشكل منتظم بوسعه تطوير تفاؤلنا وإحساسنا بالرضا بشكل أكبر في حياتنا. المعاملة الحسنة تجاه الآخرين. أثبت علم الأعصاب أنه عندما نفعل أشياء لطيفة للآخرين، فإن أدمغتنا تضيء في المناطق المرتبطة بالمتعة والمكافأة. التخلي عن الضغينة. بدلاً من أن نكره الناس لظلمنا، علينا أن نتجاهل ذلك من أجل أن نقدر على الشعور بالرضا عن أنفسنا فيما بعد، وعلى استحضار المشاعر الأكثر إيجابية التي بوسعها أن تشعرنا بأننا أقرب إلى الآخرين. القيام بالتمارين البدنية. التمارين الرياضية هي أيضاً مفتاح للسعادة، وهي جيدة للجسم كما للعقل. وفي الواقع، بوسع التمارين الرياضية المنتظمة أن تزيد من السعادة ومن احترام الذات لدينا، كما وإنها تقلل من القلق والإجهاد، وحتى بإمكانها أن ترفع أعراض الاكتئاب. الحصول على الراحة. في كثير من الأبحاث، غالباً ما تم ربط قلة النوم بقلة السعادة. التأمل. الأشخاص الذين يمارسون التأمل والوعي على الأفكار والمشاعر والظروف الخارجية هم أكثر عرضة للسعادة وللتمتع بالمزيد من الراحة والرضا في الحياة. وأخيراً، عدم التركيز على الثروة المادية. حتى لو كان هذا الموضوع مثيراً للجدل في كثير من الأحيان، فقد أثبتت الدراسات أننا لا نكون أكثر سعادة في حالة الثراء المتزايد. يحصل ذلك لمرحلة معينة فقط، وبعدها تصبح مستويات السعادة ثابتة.